العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وعلينا وعلى أهل الخير أجمعين. اللهم اجعل واوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية موصلة منا إلى عظرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عظرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه البدريين والأوديين والخندقيين والتبوكيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وجميع أولياء الله تعالى ما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى عظرة رؤية سيدنا سيد الطاهر الأهدل وإلى عظرات أرواح خواص عبادك المدفونين في هذه البلدة. اللهم بجاههم وبحقوقهم وبحق الفاتحة المعظمة نسألك أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادينا وأهلينا من كل مهنة وفتنة مبوس وضير إنك ولي لكل خير ومعطٍ لكل خير. اللهم بارك لنا في تعلمنا في تعليمنا وفي زروعنا في كسبنا في تجاراتنا وفي كل أمورنا بركة دائمة تامة كما باركت لعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا اللهم سلم أهلنا اللهم سلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك